طيب السؤال الثاني، السؤال الثاني، هل يتحقق القدر بالسبب او انه او ان تحققه لا يحتاج الى اسباب؟ طيب نعم، السؤال الثاني نختم بسؤاله الثاني، يقول هل يتحقق القدر بالسبب؟ هناك اقدار مبنيه على اسباب، اذا حصلت حصل المقدر، وهناك اشياء ليست، هناك اقدار ليست مربوطه باسباب، هذه لا بد من وقوعها. نعم.